العشرة و19 دقيقة. كانت صور صادمة اللي تفاعلوا معها التوانسة على وسائل التواصل الاجتماعي في النهارين اللي فاتوا، صور للحرائق المندلعة في ملولة وعين الصبح، صور النار اللي قربت من المساكن والنار اللي اتهمت عديد من المساكن في هذه المناطق ومناطق أخرى من الجمهورية، الشيء اللي خلى العديد من التوانسة يتجندوا، منهم الناشط بالمجتمع المدني أيوب عمارة. الحكاية بدأت باللايف ستريم على صفحته على الفيسبوك واللي جابوا معها العديد من التوانسة. أيوب معنا توا بالتليفون، صباح النور أيوب. صباح النور ليك والكيف مستمعين ومستمعات إذاعة شمس فاس. شكرا أيوب، يعطيك الصحة. أيوب من زدتو كي روحتوا من طبرقة يظهر توا؟ تقريبا خلطنا على الساعة 5:15 الصباح، يعني تقريبا دخلنا اللوت كان التونس بالضبط 5:15 نتاع الصباح بالضبط. كيفاش بدات الحكايه؟ كيفاش جاتك الفكره ايوب انك تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي باش تخلي التوانسه انهم يوصلوا الامدادات هذه لاهالينا في ملوله وعين الصبح؟ والله الحقيقه انا اول مره نعمل لايف تقريبا في الكوت نتاعي هو يوم 24 جويليه نص الليل غير 11:30 نص الليل غير 4. بقينا الحقيقه نلوجوا على نقطه تجميع لجمع التبرعات. الفكره هو انه الوضع في ملوله كارثي جدا. ونحن عندنا اصدقائنا في تبرقة مناضلين وناشطين في المجتمع المدني مهتمين بالشان العام، اتصلنا بيهم حابين نعرفوا الوضع وحابين نعرفوا شنو بالضبط باقي يصير. بار استيماسيون بالتقديرات اعطونا عدد اللقاع اجلائهم، اعطونا عدد تقريبا المنازل اللي تسرت، عدد الصغار اللي وقع اجلائهم في مدرسة الاعداديه والمعهد الثانوي 2 مارس 34 بالتنسيق شنو نجموا نعملوا. يلزمنا نعملوا حاجات ذات طابع استعجالي بالاساس، اساسا نعرفوا درجات الحراره مرتفعه دونك الناس تستحق برشا ماء، ثم حروق خفيفه الناس مستحقه دواء، ثم صغار اكثر من 90 دونك الناس مستحقه حليب صغار وكوش، ثم برشا نساء دونك مستحقين حفاظات نساء. هكاك بدينا الحقيقه ما كناش نتوقعوا، شخصيا ما كنتش نتوقع التفاعل هذا الكل. في الاخر وقت تحك ركب تونس من الحقيقه يقفوا لبعضهم تقريبا نص الليل غير 4 عندنا 8 ستيك ماء وستيك حليب. من بعد خاطر انا تنسقت مع اعضاء المكتب التنفيذي ومشكور صديقي سميتاري كنا نلوجوا على مقر نجمعوا فيه، اقرب مقر لازم يكون في السنتر فيه يعني قريب من وسط البلاد، خاطر باش نجمعوا في تونس الكبرى كل نص الليل غير 4 24 جويلية عندنا 8 ستيك ماء وستيك حليب. تقريبا البارح وصلنا بسر امكانيات. نحب ناكد صديقي امين على الطابع المواطني للحمله، نحن لا انا مترشحين للرئاسه ولا انا معنيين بصبر اراء ولا انا مترشحين لحتى هيئه في البلاد هذه، نحن فقط مجموعه نتاع مناضلين ومناضلات نعرفوا يعني ننتموا الى تلك المناطق، نعرفوا جهه المناطق هذيك. دونك عملنا تم الاختيار على شخصي، عملت لابيل على تقريبا البارح وصلنا نجم نفرح نقول لك بتلك باللايف هذاك تقريبا قبلنا الا الاعانات العينيه ما قبلناش الاعانات النقديه ورافضينها. تقريبا وصلنا في حدود اكثر من 40 45 الف دينار، مشكوره الحقيقه الناس اللي تفاعلت، نحكي على اكثر من 1650 ستيكة ماء، نحكي على 250 ستيكة حليب، نحكي على الدواء اللي تجاوزت قيمته 9 أو 8000 دينار، نحكي على حليب الحكه. معناها ايوب عبيد شافت اللايف نتاعك على الفيسبوك تعديهم من قدام مقر اتحاد الشارع الولايات المتحده الامريكيه. خرجنا بجوز كمان في اتجاه فرقه ماهيش مصدق. خرجنا بجوز كمان في والور اعانات مانيش مصدق. معناها يعني ايوب معناها التوانسه يتعديوا من غاديك يقولوا لك تفضل ايوب الاولاد خذوا استيكه ماء حفاظات دواء اللي كتب ما غير فلوس يعطيوكم حاجات عينيه. برشا ناس تقريبا 99% من الناس رفضت انها تسرع على الهويه نتاعها. حاب نقول لك فما شكون من الاعلاميين، فما شكون من هكا من المؤثرين في البلاد، رفضت الناس، رفضت حتى انها تتصور، رفضت حتى انها يتم ذكر اسمها. فما شكون انا ثم حادثه صارت راني لن انساها لين نموت. ثم عامل نظافه وكتبتها، ثم عامل نظافه تعدى في حدود مالي ساعتين نتاع الليل، شاف الفم يعني ما عندوش جاب اربعه باب زمان وجاب باكو حليب، قال انا راني مستحق وانا وضعي في الخدمه هكا وانا هكا عامل نظافه راه ساعتين نتاع الليل، اما قال نظن اللي ثم شكون مستحق اكثر مني. الحقيقه درس قدمه لنا السيد، يعني نحكي لك فيها باش نبكي، درس قدمه لنا السيد ورفض يتصور وبقينا نحكوا معاه وعمل معنا، واذا كان استحقيتوني نجم نطلع ونزرع وتلك حدود الله.
يعني الحقيقه لو كي تحك ركب الحقيقه والحمد لله كان حجر وموجوده توسع. ايوب معناها ذمتوا زوج سميات هزيتوهم للطبرق، احكي لي لا كميون كبيره وسميات احكي لي كيفاش لقيتوا الوظايف في طبرق؟ الناس اللي تم اجلاها نحكيوا على قرابه 1200 شخص تم اجلاهم من ديارهم، كيفاش قاعدين كيفاش عايشين درجه الحراره؟ ثم احاطه، ثم مجتمع مدني موجود غاديكا، ثم منظمات وطنيه، الهلال الاحمر موجود، كيفاش عايشين؟ كيفاش قاعدين في المعهد هذاك؟ بس نحن وقت اللي مشينا اتجهنا ديريكت الى مدرسه، نحب نذكرها بالاسم لان هي باش تكون نقطه تجميع. توجهنا الى مدرسه اسمها في وسط البلاد في طبرق اسمها مدرسه شارع الحبيب بورقيبه. واضح. هي مدرسه ابتدائيه تقريبا ما فيها حتى واحد وقع اجلائه، فقط السمستاف نتاع الهلال الاحمر اللي نحن سلمناهم مجموعه الادويه اللي قمنا بتجميعها، وثم غادي المشرفين على المدرسه حاطين الماء وقسمنا كل اللي عند غادي، وصار بالتنسيق مع العديد من المناضلين والمناضلات في الجهه، وعلى خص بتذكر امل العلوي اللي كانت رئيس بلديه السابقه، هي مناضله سابقه في الحركه الطلابيه اللي اشرفت تقريبا على عمليه تخزين الاعانات. نحن رافضين ان باش ننزلوا الاعانات ديريكت هم للاهالي، خاطر نحن نحب ناكد لك الطابع المواطني، ونحن ضد اي توظيف مهما كان موقفنا من المسار في البلاد توا، نحن ضد التوظيف في المصاب، ضد التوظيف وتوظيف الكوارث. نحن هزينا الاعانات الاهلها يعني الناس اللي اعطتنا امانه وصلناها لطبرقه، واهل مكه اهل طبرقه ادرى بشعابها، هم يوزعوا، هم يعرفوا شكون العائلات اللي تتكون من 4 افراد وشكون العائله تتكون من 6 افراد. نحن شغلنا الوحيد ان نوصلوا الامانه غادي بيه. اما باش نمشوا نوزعوا نحن ونلتقطوا صور على الاهالي، نحن هذا منعينه في بيناتنا يعني في الحمله الكل، ورافضينه قطعا. اهالي المنطقه هم يعرفوا. معناها انتم هزيتوا الماء والدواء كل الاعانات وصلناها للناشطين والمناضلين غادي، وقصدنا ربي وصلتوها للطبرقيه وهم مش يوزعوا. صحيح. مشينا الملوله شفنا الوضع الكارثي، يعني شفنا حكينا مع الاهالي، بقينا ما وثقناش باعتبار ما يلزمش كي تم توظيفها الحكايه هذه، ناكد على الطابع المواطني. ونحب نشكر الناس اللي قدموا. علاش الحساسيه هذه الكبيره ايوب؟ بالكش انت كي تعمل حساسيه. خلينا نكملك سؤالي ايوب، بالكش انت كي تصور، ما نحكيش على الاشخاص، تصور الوضعيه نتاع الديار، تصور النار، العباد تتحس اكثر والمده التضامني يكبر، ماكش موافقني في النقطه هذه ولا تقول انت ثم حساسيه؟ ثم الحقيقه ثم شكون صور، ربما ثم حتى الاكثر تاثيرا والاكثر متابعه في وسائل التواصل الاجتماعي، الناس اللي عندها الامكانيات تنجم تاثر. انا نحكي على من زاويه الاعانات، نحن شنو نحبوا نعملوا؟ نحن من زاويه الاعانات صورنا صحيح وقت نحن في تونس في خلطنا، لانه نحن نحبوا ندفعوا الناس في اتجاه اعاده خلق الروح التضامن المواطنيه بين الناس، لانه تقريبا مصير تونس مشترك. نحبوا نقولوا للناس يا مين اللي صار في ملوله ينجم يصير في قفصه، واللي صار في ملوله ينجم يصير في قابس، واللي صار في ملوله ينجم يصير في مدنين، في تطاوين، في تونس العاصمه، ونتذكروا صارك العام في مدينه نابل في الفيضانات. حاب نقول للتوانسه ترجع خاصه في الفتره ذات الخطاب نتاع التفرقه والعنصريه والعنف برشا خطاب الحقيقه في برشا عنف البلد، نحبوا نرجعوا الصوره السمحه الباهيه الطيبه نتاع الشعب التونسي. ونحن بامكانياتنا الضعيفه بسر امكانيات راهو. نحن رانا الاربعه ونص نتاع العشيه ما عندناش كاميون يهز راهو. هبطت ستاتي وقلت بربي الناس اللي عندها الامكانيات واللي عندها العلاقات شكون ينجم يتكفل لنا بكاميون اعانات كبيره؟ وتفاعلت الناس راهو وين ما نهبطوا حاجه تتفاعل الناس. فقط نحن ملاحظه عبر اذاعتكم، نحن لا نقبل اعانات نقديه. نحن ليست نتاع حاجات بالتنسيق مع الاصدقاء والصديقات في طبرقه، مثلا يقول انا ناقصين الحاجه الفلانيه. جوستومون طبرقيه شنو حاجتهم ايوب؟ شنو يحبوا؟ نحن امنا القافله نتاع البارح تقريبا نتاع 24 ثمانية ساعة. الاهالي في ملوله البارح يقول لك نحن صحيح في حاجه لشويه ماء ودويات، لكن هذه راهي تقريبا حلول ترقيعيه، نحن حاجتنا بحلول جذريه متعلقه بمنطقتنا ملوله. واضح. فهمتني؟ انا ناكد لك يعني المسؤولين الجهويين والمحليين غادي غير قادرين نواجهوا الاهالي. يعني وقت اللي نحن الاهالي استقبلونا، يعني انا بشكل شخصي البارح فرحان على الاخر، الناس تستقبل فيك يعني روحت فرحان، روحت شيخ، لانه حب الناس حاجه ما تشتريش بالفلوس. بالطبع. اما ناكد لو كان جيت انا بين قوسين مسؤول ربما كنت متضرب ولا مطرد، تم طردي البارح. ثم غش، العبيد متغشه.
بالطبيعة فما حالة نتاع غضب. ماهيش كارثة طبيعية تصير أيوب، شوفوا بلدان أوروبية تصير في الحرارة. لا لا بالنسبة ليهم يعني البطء في التحرك. الحقيقة نذكر كلنا البلاغ الفضيحة اللي هبطها في صفحة رئاسة الحكومة، وقت رئيس الحكومة تبقى تنتظر التعليمات السامية للسيد الرئيس باش تتحرك. في كارثة طبيعية نستنوا 7 أو 8 سوايع وقت تجينا المدرد نحن ما عندنا الجمهورية اللي خرجت وراء بالوطن باش السيد رئيس الحكومة تعمل خلية أزمة وتقص على اجتماعاتها. على الصعيد المحلي ثم لجنة مجابهة الكوارث، تحركت الحماية المدنية، جندت الجيش. لا مشكورين القوات خاصة الحماية المدنية والحرس والحرس البحري والبحارة وصغار البحارة والطبرقية اللي الناس مشات حتى بالشقف الصغير نتاعهم الأربعة والخمسة متر اللي استرزقوا منهم البحارة الصغار مشاو أنقذوا الناس. لا هذا ما ننكروش، أما نحكوا يعني الناس تحب تشوف حاجة كبيرة، الناس تحب تشوف حاجة يعني تدخل مركزي واضح كبير جدا. الناس ما تحبش تحس بالغبن هذا ولا بالتفاوت الجهوي هذا. هذا على صعيد السلطة أيوب الوقت يدهن. أعطينا توا على صعيد المجتمع المدني، المجتمع المدني نجم يأمن ضروريات الأشخاص هذوما اللي هما فقدوا كل شيء، معناها كانوا في دارهم لقاوا رواحهم في الشارع من غير حتى شيء. شنو النجم باش تعمل أنت كميون آخر باش تهزوا؟ شنو الهدف نتاعك؟ ولا أيوب تقول أنا عملت المبادرة هذه والتوانسة؟ لا 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 ماناش باش ناخذوا غادي. نحن نرجع ونأكد نحن ما نفرضوا شيء على أهالي المنطقة، نحن بالتنسيق مع الأصدقاء والصديقات في المنطقة هم يعطونا الاحتياجات الخاصة بالأهالي. يعني وقت اللي نحن الأولوية للدواء باش نعملوا أبال للدواء، مين فهمتني؟ وقت اللي ثم أبال الأولوية للماء باش نحاولوا ندبروا الماء، وقت اللي الأولوية لللباس نتاع الأطفال والصغار خاطر الناس تحرقت الديارة كيف كيف. نحن مهمتنا تقريبا باش نحاولوا نعملوا جسر مواطني تضامني انساني من تونس الكبرى وبقيه الجهات اللي تفاعلوا معنا في اتجاه المدرسه اللي نحكي لك عليها ونغادروا. نحن ماهوش باش يكون عندنا يعني لقاء مباشر مع الاهالي. اللي يسمع فينا ايوب ونحن كشمس فهم ننخرطوا في هذه الحمله معك، كيفاش يعملوا باش ينجموا يقدموا لك الاعانات؟ وقتاش الكميون الجاي باش يخرج ان شاء الله؟ نحن ان شاء الله العشيه ثم اجتماع صغير فيه للمنظمين المنظمين تقريبا باش نحاولوا نجمعوا نقطه تجميع، اما باش تكون في مقر المركزي للرابطه، اما باش تكون في مقر النقابه الوطنيه للصحفيين نقابتكم، اما في المقر باش نتفقوا في مقر نورمالمون باش نعملوا 72 ساعه نحاولوا نخلطوا للويكان فيما يتعلق بالاحتياجات، اما ننتظروا ديما يعني انه يصير الاتصال من اهالينا في البرك ان شاء الله. فما تحرير مبادره في المناطق الاخرى ايوب المناظرين؟ بالطبيعه بالطبيعه. في سوسه مسير مهديه مدنين اللي نحن البارح راهو باش ما نحتكروش نحن الحمله البارح راهو مشكورين الصديقات في الجمعيه التونسيه للسياده الديمقراطيات خرجوا بثلاثه سيارات فيها الادويه فيها بعض المواد فيها بعض المواد الاساسيه فيها حفاظات نساء انطلقوا. ثم زاد شكون من المواطنين اللي تبرع بسيارته؟ يعني شكون مواطن مقيم بالخارج طيب يعني حط سيارته على الذمه مازال كيروح يعدي في فاكونس؟ قالوا لكم خذوا الكهرباء ورسلوا بها معنا. اذا كان ثم عباد وناس وثم زاد طلبه جات البارح فك القايله هذيك وقت اللي عبينا الكمين تقريبا حاجه نتاع الحقيقه فرحه وقد ما تفقد يرجعوا. ريت شبيبه البارح محلاها، ريت طلبه في تبرقه بقوا يستنوا فينا استقبلونا البارح استقبال واحد رم جدا وقت اللي هبطوا معنا. يعني ريت انا الحقيقه روحت متفائل. وفي عيد الجمهوريه يعني وهذه روح الجمهوريه نحبوها. شكرا ايوب صديقنا ايوب النشط في المجتمع المدني. كما سمعتوا تنجموا تتصلوا على مواقع التواصل الاجتماعي تتبعوا الكونت نتاع ايوب عماره اللي افتقوا فيه التفاصيل كما قال لكم باش يتم تحديد نقطه تجميع للاعانات في نقابه الصحفيين الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان والا المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل في النجم التوانسة يحطوا الإعانات العينية باش تكفلوا بها نشطاء المجتمع المدني. وما فماش حكر عليهم اللي يحب يوصل يعاون. ثم عباد كانت موجودة في ديارهم في نهار وليل خسروا كل شيء، ثم الطقس باهي توا لكن الحرارة باش تزداد في الويكاند، لازمنا نتحركوا كتوانسة باش نحيطوا اخواتنا في كل مناطق الجمهورية بالإعانة اللازمة باش ينجموا يأمنوا ضروريات الحياة في انتظار انه الدولة تتحرك وتأمن لهم مسكن لائق او منطقة او بلاصة ينجموا يسكنوا فيها في انتظار
انه يعاودوا يبنيوا ديارهم، يعاودوا يسكنوا في مناطقهم. بعد شويه باش نستقبل بحذايا الكولكتيف دبو ركز هيب هوب من دبو، وباش يكون بحذايا تايجا بلاك ان او جهاد خميري باش نحكيوا على عرض المبرمج في اطار مهرجان قرطاج الدولي نهار أفضل.